سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى اموركم كلها تكون بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد، مرحبا بكم في القناه. اليوم غادي نقدم لكم واحد الكيك اللي هو ساهل ساهل بزاف، يعني كيك رولي معمر بالكونفيتير، يعني ما فيش بزاف ديال المقادير. وغندوز دابا المقادير ديال هذا الكيك رولي. فيه 3 ديال البيضات يكونوا بدرجه الحراره ديال المطبخ، ونص كاس ديال زيت المائده، وكاس ديال سنيده، وكاس تاع الحليب، واحد ساشي فاني، وواحد خماره، وكاس ونص ديال دقيق الفرز. صافي، كنوضع جميع المكونات في الخلاط الكهربائي وكنطحنهم مع بعضياتهم. ودابا البنات، من بعد ما طحنت المكونات راه كنخلي الحليب، يعني حتى الطحنه الثانيه عاد كنضيف الحليب. ودابا غادي نضيف هنايا، يعني غنضيف الحليب وغنضيف دقيق الفورس، وكذلك غادي نضيف واحد ساشي ديال خماره، من خماره كيميائيه من وزن 8 غرام. وصافي البنات، عندي هنا الطاوله اللي غادي ندخل الفران، غادي ندهنها بزيت المائده. وصافي البنات، ها هي الكيكه من بعد ما كتخرج من الفران. كنحاول انني نقطع لها دوك الجناب، مع كيكونوا شويه قاصحين، ونيت باش الكيكه يعني تجيني مقاده. والبنات، يعني باش اننا نلويو هكا، نخليوها حتى كتبرد واحد شويه، فقط تبرد واحد شويه، يعني باش ما تقطعش لينا. وملي نكونو كنلويوها، يعني نلويو معاها الباكي ديالها.
وبالنسبه لنا بالنسبه للعمارة، انا هنا غادي نعمرها بالكونفيتير، يمكن لكم تعمروها باش ما بغيتو، يعني بالكريمه كانت تكون كريمه موجوده، او الكريمه ديال الشوكولاته، او لاصوص تاع الشوكولاته، يعني على حسب داكشي اللي متوفر عندكم في الدار. ودابا البنات غادي نبدا نروليها غير بشويه، يعني غير بالخاطر، غير بشويه لوح، يعني حتى نروليها كامله، وكان نساعد بهذاك البابي بان باش داك البابي باش يعاوني بابي كويزين. غادي نلويها دابا في السلوفان، وغادي نحطها في الثلاجه يعني باش ترتاح وباش تقبض فراتها، باش حتى داك الكونفيتير اللي درت فيها في الوسط باش حتى هو يبرد، يعني يقبض فراتو. ومن بعد باش نخرجها من الثلاجه، يعني غادي نقطعها يعني على شكل لي مورتو. ودابا البنات غادي ندوزو باش نحضو الكريم الكراميل. انا درت هنا سكر كامله، كنحركو هكا بالعود، كنحركو باش غادي يدوب. ومن بعد ما يذوب ليا هذاك الشيء الثاني ده، غادي نضيف واحد المعلقه ديال الزبده وكنحرك. ومن بعد غادي نضيف واحد الكاس تاع الحليب، ومن بعد غادي نضيف واحد غادي ناخذ واحد المعلقه ديال النشا، غادي ندير معاها نص كاس ديال الماء، غادي نخلطهم وغادي نزيدهم عليه باش تجيني على شكل كريمه.